السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم لي كاب كيك يجيو زوينين البنات. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 100 غرام ديال الزبدة، 3 البيضات، 160 غرام ديال السنيدة، 100 غرام ديال الفورص، 50 غرام ديال البودرة ديال اللوز. بالنسبة للبودرة دامور و البودرة ديال اللوز هي اختيارية، يعني تقدروا تعوضوا بودرة ديال اللوز بالدقيق، يعني عوض 100 غرام و 50 غرام ديروا 150 غرام ديال الفورص. عندنا 80 غرام ديال الحليب و 40 غرام ديال الكاكاو، عندنا خمارة و فاني و شوية ديال الكركاع مهرمش و قبيصة ديال الملحة. نديرو الزبدة ديالنا الطربية اللولى، السنيدة، هنا كنخليو الزبدة و السنيدة طرب لينا حتى تولي بوماد. هنا بعد ما ولات لينا الزبدة بوماد غنبداو نضيفو بيضة بيضة. البنات كنت نسيت قبيله الملحه، ملح وتو فكروني تكونوا متبعيني فكروني. واحد الساشيه ديال الفاني حتى هي كنديروها من الاول. انا غادي ناخذ واحد السلافه باش نغربلو النواشي اللي هما الطحين والكاكاو. اللوز ما عندي الحلوة كاين غير شوفو كنخلطو هنا ماشي البنات. كما كتشوفوا انا الزبده خليتها طربت بزاف، علاش؟ لانني ما جبتهاش قبل من الثلاجه، دونك نتوما البنات جبتوها من الثلاجه قبل، لان نتوما عارفين دابا الحال بارد. انا غادي نضيفو نصف ديال الدقيق و الكاكاو. كتشوفوا الخليط كيجي شويه عاقد. دابا غنضيفو داك شويه ديال الكركاع مهرمش غير شويه، هذا اختياري يا البنات، قلت لكم هذه طلبيه. صافي دابا غندير الفران ديالي سخون ونعمر الكويكات. بالنسبة لهاديك 80 غرام ديال الحليب راني ضفتها من كان كيطرب السنيدة والزبدة من طربو ليا مزيان، راه ضفت ليهم الحليب. بنات ها الكويكطات لي غادي نعمر، خديت الغوز يعني غادي يبان نوتة. بالنسبة للخليط، بالنسبة للخليط تقدرو ديرو في البوش و تعمروا الكويكطات ديالكم، كتجي العمليه سهله، ولكن اليوم غنخدم معكم معلقه. غنعمروا فقط البنات الثلث، الثلث ديال هاد الكويكطات لانه بان ليا صغار.
خليط كما كتشوفوا البنات راه عاقد شويه، لكن بما انه فيه الزبده كيجي رطب، هاد غادي نزوقوه في الاخير. هانتوما البنات ديو فقط الثلث ديال الخليط لانه كيتنفخو. انا البنات دابا غادي ندخل، بالنسبه للفران راني سخنتو ضروري الفران يكون سخون تقريبا 140 150 درجه، واللي عندو الفرن ديال الغاز نار مهيله. البنات كما كتشوفوا هادو الكويرطات الذهبيين اللي كانوا بقاو ليا، كملاحظه البنات ديك 100 غرام ديال الفواصل اللي درت راه زدت على 3 معالق كبار بان ديال الخليط بحال شويه جاري، هو ديجا فيه الزبده دونك ضفت ليه 3 معالق كبار. نتوما الخليط ملي تكونوا تخلطوا كلشي كيعرف لي كيك خاصو يكون شويه عاقد. يلا البنات بقاو معايا ما تمشيو فين، دخل لي كاب كيك ديالي الفرن وانا معاكم. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك، اتمنى ان شاء الله انهم يعجبوكم ويعجبكم حتى التزيين. وما تنسوناش البنات بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشكرا على التعليقات الجميله ديالكم، وسمحوا لي على هذا يعني قدمت لكم فيديو بسرعه نظرا لظروف العمل، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.